مساء الخير واهلا وسهلا بكم معنا في رابع مواعيدنا من سكوب. هذا الموعد الذي تعودتم عليه، ومن خلاله نسلط الضوء على احد فرق دورينا عبر تاريخه وحاضره واستعداده للموسم الجديد. ولان العين لا تعلو على الحاجب كما يقال، حتى وان عشقت الاذن قبل العين احيانا، فالعشق للعين يبقى كبيرا. اليوم نخصصه لأجمل العيون، العين الإماراتي أو الزعيم. لا تحتاج العين في وصفها إلى كلام. هو فارس الكرة الإماراتية، يطيب عبقا برائحة البنفسج التي تفوح من دار الزين. هو سبب الفرحة ومنبع السعادة، سمه كما شئت أو انقده كما شئت، لكنه يبقى البلسم الذي يروي دورينا، واللون الذي لا تستقيم بدونه كرة الإمارات. هو التاريخ بأرقامه، والحاضر بأسراره، والمستقبل بأحلامه. ولأن للأندية تاريخ كبير، فللعين تاريخ فاقت أرقامه وتفاصيله الوطن ليمر صداه إلى العالم. ليبقى السؤال، من أين نبدأ الحديث عن تاريخ العين؟ قراءة في تاريخ هذا الكيان من خلال هذه الكلمات. نشاهد. مشاهدينا الكرام، بوجود سعادة الدكتور مطر الدرمكي رئيس شركة العين لكرة القدم، أنا سعيد بوجودك معنا اليوم من خلال هذه التغطية، وقبل انطلاقة الموسم وجودك معنا اليوم أكيد سوف يثري الحلقة لنتحدث أكثر عن الفريق. وأتصور أيضا جمهور العين شغوف جدا دائما بأخبار الفريق، ووجودك على رأس هرم كرة القدم تحديدا أكيد منصب رئيس الشركة كرسي ومسؤولية، أتصور مسؤولية كبيرة لأي واحد يرأس شركة العين لكرة القدم، لما يمثل هذا العين، يمثل هذا النادي من إرث وتاريخ وإنجازات، المسؤولية ليست سهلة، كيف تصفها؟ في البداية أخ يعقوب شكرا لكم للاستضافة، وأبارك للجميع بداية الموسم، ونتمنى إن شاء الله أن يكون موسم حافل بالإنجازات وحافل كذلك بالإثارة والتشويق، وأن يكون مرتفع من ناحية المستوى الفني. وكذلك نحن نقول لكم كعيناوية إن شاء الله العين على جميع البطولات، وفالنا الفوز إن شاء الله. بالرجوع إلى سؤالك أخ يعقوب، اليوم لو تعطيني الفرصة في البداية أتكلم وأشكر صراحة رئاسة النادي على الثقة القالية اللي منحونا إياها نحن كأعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم لإدارة شؤون الكرة في هذا الكيان الشامخ. اليوم نحن اللي يعتبر نادي العين من الأندية الكبيرة، من الأندية ذات الصيت اللي ليس محليا وقاريا فقط بل عالميا. فطبعا هذا يخلينا نحن كعينوية دائما التطلع للاستمرار في هذا الإرث. لما برجع للإرث وبتكلم عنه، اليوم نادي العين نادي غير عادي، نادي اليوم فيه إرث كبير، نادي كبير بشخصياته الموجودة فيه، كبير بلاعبينه، كبير بإنجازاته. النادي العين اليوم يعتبر له سياسة وله مبادئ واضحة واستراتيجية واضحة، وهذا الإرث الكبير والإنجازات ما جاء من فراغ، ولكنه ناتج لعمل مؤسسي داخلي بطريقة جدا حرفية. واليوم إذا نحن بنوقف على موضوع الإرث الكبير هذا والإنجازات، لازم أن نحن نذكر مؤسس استراتيجية النجاح، وهو سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي. اليوم مع مسؤوليات الكبيرة في دعم لا محدود
في متابعه، في اشراف كامل، اشراف كامل، وفي دعم كامل للمجريات. ودائما يوصينا على ان يكون اليوم في حوكمه وفي نظام مؤسسي، نظام مؤسسي قائم بذاته. والدليل اخو يعقوب ان اليوم لما تتغير اداره من اداره، العمل المؤسسي مستمر على الادارات، وحتى النتائج اللي هذا الارث بتلقاه متواصل. لا يهم الاشخاص، لا يهم الاشخاص، النظام المؤسسي اللي موجود. هو متواصل. نعم. فبالتالي اليوم دعم سموه وحرصه على ان يكون هذا الكيان ليس فقط محليا وقاريا بل عالميا، واللي اليوم وصلنا له فهو من دعم سموه، على أساس أن هذا النادي اليوم صار مثال يحتذى به في كثير من الدول. وعلى فكرة يعني حتى اليوم لما نحن نتكلم على لاعبين أجانب أو حتى مدربين، اليوم لما يسألون عن نادي العين يقولون هذا اللي نحن نتمنى أن نلعب فيه، ونتمنى أن نكون انطلاقتنا منه. طموح للاعبين كبار. أكيد. دكتور، يعني بين الحافز وبين ضغط المسؤولية، وين يقف الدكتور مطر؟ خاصة أن العين دائما مطالب بالألقاب، مطالب بالانتصارات، وغير المركز الأول جمهور العين ما يرضى بغير هالمركز. صحيح. اليوم نحن لو بنتكلم في عن الضغوط، وكرة القدم اليوم مرتبطة مع بعض. أي واحد اليوم يعمل في هذا المجال أكيد أن عارف أن اليوم في ضغط، وضغط يومي، فما بالك في نادي بحجم نادي العين اللي تعود على الإنجازات وعلى البطولات بشكل مستمر، واللي دائما يتعود على منصة التدويج دائما يبحث عنها. فاليوم نحن بالنسبة للعملية الضغوط موجودة، ولكن الضغوط هاي إيجابية تخليك أنت للعمل للأفضل. والجميع المنتسبين من مجلس إدارة، إدارة تنفيذية، طاقم إداري، طاقم فني، مدربين ولاعبين، عارفين لما هم يحملون شعار نادي العين أن الجميع راح يبذل أفضل ما عنده لتحقيق أفضل النتائج وتخفيف من هاي الضغوط. الضغوط حلوة أتصور. صحيح. وأنك تشتغل تحت، تعمل تحت الضغط، هذا شيء إيجابي يعني. لا على فكرة يعني وخاصة في كرة القدم. لا على فكرة أن اليوم حتى نادي العين العمل وسط الظروف هاي ممتع بطريقة تحصل أن في جهد أكثر يبذل لتحقيق النتائج. وبالنسبة لأن اليوم عندنا رصيد كبير سواء كان من البطولات أو الإنجازات، فبالتالي الجميع عند الفكر هذا، وبما أن نحن في فكر احتراف فبالتالي الجميع يعمل لتحقيق الأهداف. في الموسم الماضي مشاهدين الكرام خيمت الأجواء الخريفية على البيت العيناوي، رافقته أجواء متقلبة للفريق البنفسجي، أبعدته عن منصات التتويج واحتل من خلاله الفريق المركز الرابع. موسم نادي العين في النسخة السابقة نشاهد. أي تناقض عليه كان فريق العين في الموسم الماضي، فالزعيم الذي تسيد بطولة كثر صنعت له تاريخا ناصعا ظل رأس، إذ جاء الفريق الذي احتل وصافة بطولة كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد إسني رابعا في دوري الخليج العربي. الأداء ونتائج العينوية قبل مونديال الأندية كانت مرضية نسبيا لجماهيره العريضة، فظل العين في دائرة المنافسة على اللقب، وإن تأخر عن المتصدر الشارقة كان بفريقي 30 نقاط في أغلب الجولات. إلا أن الحالة اختلفت تماما بعد التألق المونديالي للزعيم، وتحديد في النصف الثاني من الموسم، وهنا لا يمكن إغفال جزئية مهمة تمثلت في رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى السعودية، مما ترك أثرا على عطاء الفريق، ضعف منها رحيل حسين الشحات أيضا إلى الدوري المصري، ومع وجود بعض الإصابات أدت لغياب لاعبين مؤثرين، فلم يستطع المدرب البديل الإسباني خوان كارلوس غاريدو من أن يترك بصمة على الفريق ويقوده إلى موقع أفضل من المركز الرابع الذي أنهى عليه موسمه في الدوري برصيد 46 نقطة.
وفي قراءة رقمية لأداء العين في الموسم الماضي، نجح الفريق في تسجيل 45 هدفا فجاء سابعا بين الفرق في القوة الهجومية، وسجل اللاعبون الأجانب 29 هدفا مقابل 16 للاعبين المواطنين، محققا الفوز في 14 مباراة مقابل 8 خسائر و4 تعادلات. وتلقت شباك الفريق 35 هدفا وبنسبة بلغت 68.8%. سجل العين أهدافا عبر التمريرات الحاسمة بفضل ثنائي البرازيلي كايو صاحب 8 تمريرات حاسمة، ثم الياباني شوتاني بصناعة 5 أهداف. العين رابعا مركز لا يرضي محبي الفريق البنفسجي، إذ الطموح في هذا النادي دوما يرتقي إلى القمة والصدارة، فهل يعود في الموسم الجديد إلى ما اعتاد عليه؟ الإجابة تبدأ في 20 سبتمبر الجاري مع الركلة الأولى لمشوار الفريق بالدوري. دكتور، التقرير اللي شفناه عن الموسم الماضي، اكيد انتم من 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 نهايه الموسم الماضي وانتم تعملون من اجل اعاده الفريق الى المركز الاول، هكذا هو وضع العين وقدره. صحيح. ان العين دائما في منصات التتويج. كيف تعملون من اجل اعاده الفريق؟ ما هي الأشياء اللي تبعتوها لإعادة الفريق مرة ثانية إلى المقدمة؟ نحن أول ما بدينا في عملية أخذنا المهمة، اليوم الحدود عندنا وعند مجلس الإدارة وعند الكادر الفني اللي موجود أن الطموح لا حدود له، والمنصات التتويج كأننا نشوفها قدامنا، فبالتالي تم وضع الخطط والاستراتيجيات اللي مشينا عليها واستمرينا عليها بحيث أن نحقق العناصر اللي ممكن أن نبدأ فيها الموسم، وتكون العناصر هاي جميعها استثنائية. عملنا على يمكن فوق 20 صفقة، اللي منها تم تجديد اللاعبين اللي دخلوا فترة 6 شهور، كذلك تعزيز الفريق بلاعبين أجانب والتعاقد مع الاحتياجات الفريق، وكذلك كان في تعاقد مع المدرب والطاقم الفني بحيث أن نكمل المنظومة، ونجح الجهاز الإداري في عملية التنسيق قبل الطلوع للمعسكر، والحمد لله الأمور أتوقع أنها في الاتجاه السليم. في نفس الوقت هناك إشادة كبيرة أيضا، هناك عمل إداري كبير، يعني اليوم العين تعاقدت مع لاعبين فرنسيين 2 من فئة الشباب، يعني أتكلم عن عمر ياسين وعن إدريس. كيف ممكن استثمار هالموهبتين؟ اليوم أريد أذكر هنا أخوي يعقوب أن بالنسبة واحدة من الاستراتيجيات اللي يتبعها النادي أن البحث عن الموهوبين، سواء كان محليين أو كان من النوع المقيمين، اللي تأسسوا صح في عملية المدارس والأكاديميات، لأن هني تراهن أن بيكون في مستوى فني للنوعية من اللاعبين. فتم طبعا البحث، وكان اللاعبين الفرنسيين الموهوبين إدريس وعمر، وكذلك ما ننسى الموهبة الصربية أدريانا اللي هو بعد يعتبر من اللعيبة اللي لهم مستقبل إن شاء الله جيد. فبالتالي نحن بعد ما ننسى القرار التاريخي بالسماح للمقيمين والمواليد بأنهم يلعبون في الألعاب الجماعية والفردية، ومنها طبعا كرة القدم، اللي نتوقع أن هذا سيكون إضافة للفنيا وجماهيريا واستثماريا. هذا هذا يعني هذا كان المحور والسؤال اللي كنت بسألك عنه، هل فعلا راح تكون في إضافة من اللاعبين المقيمين بالنسبة للمستوى الفني، سواء للاعبين الآخرين ويزيد التحدي والتنافس عندهم؟ هل الجمهور راح نشوف
اللاعب المقيم راح يضيف قيمة جماهيرية أكثر أو عدد جماهير أكثر بالحضور؟ اليوم أن نحن نوصل بنتائج صعب لأن في بداية الموسم، ولكن صدقني أخي يعقوب في من التقارير اللي توردنا سواء كان من الفريق الأول أو تكون من اللجنة الفنية والاحتراف اللي عندنا، أن وجود اللاعبين هاي الفئة عملت تحدي بين اللاعبين وأنفسهم، لأنهم يثبتون للمدرب مين اللي بيدخل المباراة الثانية. فأنا أتوقع أن اليوم فيه نتيجة إيجابية لهذه الفئة لما دخلت عندنا في ملاعبنا. دكتور، كم نسبة الرضا لدى شركة كرة القدم في العين عن التحضيرات والتجهيزات اللي كانت سواء من انتدابات من معسكر الفريق من مباريات خاضها لحد اليوم قبل انطلاقة الموسم، مدى الرضا على العمل اللي كان؟ بخصوص هذه النقطة، حسب التقارير اللي وصلتنا نحن في مجلس الإدارة أن في مستوى جيد ورضا عن اللي تم إنجازه سواء بداية بالتعاقدات مع المعسكر. ولكن أخي يعقوب، يعني اليوم لما تحكم على جزئية تحتاج لنهاية الموسم عشان تعطي انطباع كامل للنتائج اللي عملتها في سواء في معسكر أو خلال الموسم لنهايته. هي بس في مؤشرات أنت تشوف وضع من خلال المباريات من خلال النتائج، في مؤشرات في إشارات تعطيك الإشارات اللي نشوفها اليوم إيجابية جدا، هذا مهم. واليوم جدا نفتخر بجميع اللاعبين اللي موجودين عندنا في الفريق الأول، وما دام هم يحملون شعار نادي العين فإن هذا بيزيد نجومية على نجوميتهم. شو الاستراتيجية والاستراتيجية للعين هذا الموسم، الخطوط العريضة لشركة العين لكرة القدم هذا الموسم؟ أنا لو تسمح لي أخي يعقوب بضيف نقطة هنا. اليوم نحن جدا سعيدين في نادي العين وفي مدينة العين بالذات وبالجمهور. نحن جمهورنا اليوم جمهور واعي، جمهور نعتبر الرقم الصعب، بضيفة لأن هذا للوحدة من الأشياء اللي نحن نتحداها بالفرق الثانية. اليوم بس مش جمهورنا اللي موجود في العين أو في الإمارات أو في الخليج أو في العالم كله، الجمهور هذا مش داخل الملعب فقط، كذلك خارج الملعب. اليوم نحن في تواصل مع الجمهور، والجمهور تواصل مع شركة نادي العين لكرة القدم، وفي تتابع في تواصل بين في تواصل موجود، وفي فريق يعمل على أخذ الملاحظات اللي توردنا بشكل يومي سواء كان في السوشيال ميديا وفي التواصل الاجتماعي أو بالرسالة للخاص البريد الخاص سواء كان بإدارة المجلس الإدارة أو بالنادي نفسه، وفي تحليل شو اللي صاير. ونحن بالعكس نشكرهم من المنبر هني أنا على كل النقاط اللي ساعدونا فيها، واللي تعلمنا منهم هم يتعلموا منا. النقطة برجع لها اللي ذكرت اللي هي عبارة عن الاستراتيجية، الخطوط العريضة للاستراتيجية. اليوم نحن في التزام مثل ما قلت، النادي مبني على مبادئ وقيم واستراتيجية واضحة. اليوم الجميع يدافع عن شعار وهوية النادي، ندافع كلنا مع جميع الفرق اللي موجودة مع الاتحاد الكرة مع المجالس الرياضية مع الرابطة على سمعة وهوية دولة الإمارات الحبيبة، ودائما نكون نحن جزء من النجاح ونكون رافعين راية وطننا الغالي في جميع المحافل الرياضية. حلو. بعدكم مع المدرسة الكرواتية، يعني العين من فترة وهو مع المدرسة الكرواتية، هل هناك صفات خاصة وضعتوها عند اختيار إيفان ليكو للفريق وأنتوا شفتوا أنه هذا هو الشخص اللي شخص الفترة القادمة بالنسبة للعين؟ حقيقة نحن اليوم اختيار المدرب هذا سواء كان توصيات من لجنة الاحتراف اللي موجود اللجنة الفنية والاحتراف، تم اختياره قبل جنسيته حقيقة على السيرة الذاتية. يعني في آخر
سنة 2017-2018 حقق نتائج سواء كان في الدوري الممتاز في الدوري البلجيكي أو كأس السوبر. صحيح. وكان هو من أفضل مدرب في, 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 في السنة 2018. فبالتالي اليوم قبل جنسيته كان عمله وكان الأجدر اللي توخت فيه الإدارة أن هذا راح يكون وبيقود نادي مثل حجم نادي العين للمسات. فأتوقع أن اليوم وساعدت أن يكون جنسيته ويمكن أن تكون هاي مسبب أن للتواصل إذا كانت نفس المدرسة، ولكن نتمنى للنجاح بالعكس. دكتور أنا سعيد بوجودك معنا اليوم من خلال هذه الحلقة. نتمنى للزعيم التوفيق، والزعيم دائما معودنا على وجوده في المنصات. شخصيا نتمنى لك كل توفيق في شركة العين لكرة القدم. أشكرك، أشكرك أنك جيتنا ووصلتنا، وبالتأكيد تجاوبك هذا مقدر جدا دكتور. نتمنى لك كل توفيق. أنا عارف أن أنت من الناس المقلين في الظهور في الإعلام. أشكرك جدا دكتور لوجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا. Watch my fight live and exclusive only on UFC Arabia app. UFC Arabia. حان الوقت. مواجهة مثيرة بانتظاركم على استاد المكتوم. الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يسعيان لزيادة رصيدهما من الكؤوس والألقاب والظفر بكأس سوبر الخليج العربي. كأس سوبر الخليج العربي على أبوظبي الرياضية. كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الإسماعيلي المصري يقابل الأهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور 32 كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. لا يوجد لاعب مثله في فئته، إنه محطم الخصوم. أوريه خبير الضربات القاضية، لكن خبيب هو المصارع الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة. UFC 242 على أبوظبي الرياضية. سيارة الجديد كليا، سيطر بكل احتراف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لرصد تفاعلاتكم في برنامج سكوب. نتوجه للزميلة سرى حمادين. هلا في سرى. أهلا بك زميلي يعقوب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الفقرة التي نتناول فيها تفاعلكم وتغريداتكم عبر برنامج سكوب. وفي حلقة اليوم المخصصة لنادي العين جاء التفاعل موازيا لتطلعات البنفسجي وجماهيره. فمغرد سمى نفسه بلقب العين في النسخة الأخيرة لمونديال الأندية، وكان العين وصيف البطولة. فيقول من سمى نفسه بوصيف العالم: العين محتاج إلى صانع لعب وبقوة
بقوة. ويضيف: الكل يعرف أن رقم 10 يذهب لصانع اللعب، وحتى هذه اللحظة لا يوجد صانع للمهاجم لابا كوتشو، ومن الواضح أنه يحتاج إلى صانع، وحينها سيكون مهاجما، وصفه المغرد بالفتاك. فيما للمغرد العمدة سيف المجد رأيا آخر يقول فيه: العين يحتاج إلى صالح وخلفان مبارك لاعبا الوصلي والجزيرة، إضافة إلى مدافعين شباب مثل حسن المحرمي، وحينها سيكسب العين لقب دوري أبطال آسيا. ونتابع مع تغريداتكم. والمغرد حسون العيناوي فيقول، وهو ويدلي طبعا برأيه من خلال تويتر، ويقول: المهم والأهم، العين يحتاج قائدا على هيئة مدرب في الملعب يوجه اللاعبين ويعرف كيف يحرك اللعب ويعود بالفريق على المباراة حين يراه متراجعا، كما يوجه جملة من النقاط التي يرى أن احتياجات العين تكمن فيها، وهي أن العين محتاج إلى مدافعين شباب. استبدال اللاعب الجزائري ميزيان بآخر يكون لاعبا سوبر على حد قوله، مهاجمين بدلاء للابا وكايو، ومدرب عالمي يعرف كيف يوظف اللاعبين ويثبت على تشكيلة واحدة. أعتقد بأن هذه الاقتراحات يعني باتت مستحيلة في الوقت الحالي، لكن شكرا على هذه الاقتراحات والمشاركة. ونتابع مع مغرد آخر يقول سالم العرياني مغردا: العين اليوم لا يملك الأدوات الصحية للمنافسة على البطولات، الإدارة أهملت في جلب اللاعبين بشكل صحيح، واهتمت بالكم وليس بالكيفية، واصفا وضع الفريق بالصعب جدا ومتمنيا أن يكون مخطئا بتوقعاته. وعن احتياجات العين يقول مغرد آخر: العين يحتاج إلى زيادة في المدافعين من خلال انضمام مدافع جديد واحد فقط، مع وجود كوارث دفاعية حالية بالفريق على حد وصفه. ويكمل ويقول: يحتاج العين إلى مهاجم مواطن بديلا للابا كوتشو، وأن ينهي عقود بعض اللاعبين وبديل الجزائري ميزيان ليلعب في مركز الجناح وصانع اللعب. ونتابع مع مغردينا. ويذهب المغرد الذي سمى نفسه باسم وطني زايد إلى منحى آخر في احتياجات العين، فيقول: العين يحتاج إلى عين ترعى مصالحه، وإلى عين رياضية لإدارة كرة القدم بشكل صحيح، وإلى عين ثالثة تضع مصلحة العين بدلا من المصالح الذاتية وفق ما يراه هو، متسائلا إن كان لدى برنامج سكوب الشجاعة لطرح ما يطرحه هو. يعني ما بدها شجاعة، طرحنا آراءك. وتابع الحلقة، رح يكون في العديد من التفاصيل والحوارات حول هذه المواضيع من خلال حلقة سكوب لهذه الليلة. أما المغرد عبد الرحمن الهيلي فيقول: العين يحتاج إلى مدافع بقيمة اللاعب السعودي أسامة هساوي، ومحور قوي بقيمة رادوي وهو اللاعب الروماني السابق في الفريق، وكذلك إلى صانع لاعب بقيمة نيفيس، ومهاجم بقيمة جوميز. إذن يعني تتوالى الاقتراحات والمغردين وكل المهتمين متابعين لاعبي العين وفريق العين، ويعني بشكل عام في دائما هذا التفاعل وهذا التواصل. نتابع معكم ومع المغردين اللي تواصلوا معنا عبر أبو ظبي الرياضية AD سبورتس على تويتر. ويقول محمد بن سودا يقول: لكل قاعدة استثناء، والفريق بمن حضر، قيمة وتأثير عموري واقع لا يخضع لوجهات النظر، متسائلا في الوقت نفسه لماذا فرط العين بعموري. أما عبد الرزاق أوكادا فيشارك ويقول: العين نادي بطولات، ومن المؤكد أنه مرشح للفوز باللقب، مضيفا: لكن أعتقد أن الفريق الجزراوي قام بعدة تدعيمات قوية جدا، والشارقة كذلك، وسنشهد منافسة قوية هذا الموسم، سنرى من سيحسمها. أما حمد فغرد وشارك معنا وقال: يحتاج العين إلى الدفع الرباعي وتجنيس محترفي وجلب 4 محترفين غيرهم في مراكز مختلفة. أما بوهيان العيناوي فيتابع معنا ويقول: على العين أن يتخلى عن ميزيان والتعاقد مع صانع ألعاب سوبر ومدرب كبير بحجم وفكر وفلسفة زوران.
ويقول مغرد باسم الزعيم العالمي: العين يحتاج إلى صانع ألعاب على مستوى عالي، وخاصة لفريق يمتلك مهاجمين اثنين من أبرز الأجانب، لذلك دون وجود صانع للعب الفريق لن يستطيع التسجيل. كذلك يحتاج العين إلى حارس بديل وظهير أيمن، ولا سيما أن سعيد جمعة يلعب في مركز ليس مركزه. ونتابع مع المغردين، وبدا المغرد العامري متشائما قليلا عندما قال: الفريق لا يبشر بالخير، الله يستر. إذا كانت هذه بعد آراءكم وتفاعلاتكم من خلال تويتر على حساب أبو ظبي الرياضية، وكما جرت العادة في الاستطلاع اليومي لبرنامج سكوب، هذه المرة كان السؤال: هل نادي العين قادر على الفوز بلقب الخليج العربي في الموسم الجاري بعد التغييرات التي طرأت على الفريق؟ جاءت التوقعات بنسبة 58% لا يعتقدون ذلك، بينما 42% يرون أن العين قادر فعلا على الفوز بلقب هذا الموسم. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة ووصلنا إلى نهايتها، فقرة تفاعلكم مع السوشيال ميديا. فاصل قصير ثم نعود لنكمل سكوب. القادمة من كأس الخليج العربي، عجمان. الشارقة. كأس الخليج العربي على أبو ظبي الرياضية. كأس محمد السادس للأندية الأبطال، النصر العماني ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الاثنين وثلاثين. كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أبو ظبي الرياضية. بريف 26 يصل إلى بوغوتا العاصمة الكولومبية. الرياضة الأسرع نمواً في العالم تحمل لكم يوماً مثيراً مع أشهر المقاتلين العالميين والمواهب المحلية. لا تفوتوا متعة المشاهدة. بطولة بريف لفنون القتال المختلطة، بوغوتا كولومبيا، على أبو ظبي الرياضية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لرفع التحديات الكبيرة التي سيخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري في الاستحقاقات القادمة. تعاقد العين في بداية هذا الموسم مع الكرواتي إيفان ليكو لقيادة الفريق الأول، نبذة عن الفني الكرواتي وتعاقده مع الزعيم وأبرز طموحاته. نشاهد. إيفان ليكو، مرحبا بك في قلعة الزعيم. أنت في البيت العامر بالألقاب والبطولات، فلا مجال هنا للتوقف مع أي مدرب كان. إما أن تضع بصمتك كما من سبقوك،
أو تذهب من حيث ما أتيت. دستور الزعيم واضح، إما أن نكون وإلا فلا. إذن ليك المدرب الكرواتي صاحب الخبرة الواسعة في الملاعب الأوروبية في عديد الأندية جاء من كلوب بروج، وكل آماله بأن يكون رجل المرحلة في مدينة العين. نبحث عن مجد مع أمة البنفسج في ظل وجود كتيبة رائعة من اللاعبين المواطنين والأجانب المميزين، وإدارة عينوية محترفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل شيء تم تجهيزه إيفان ليكو من قبل الإدارة في البيت البنفسجي، وباتت الكرة في ملعب المدرب واللاعبين. معسكر ناجح وتعاقدات فاخرة وجاهزية تامة وروح عالية وأجواء مثالية أعدت للمدرب الكرواتي، كلها أسباب هيئت له من أجل التفوق ونيل بطولة دورينا هذا العام والذهاب بعيدا في كل المسابقات التي سيخوض غمارها هذا الرجل. فلن يرضي أهل العين إلا البطولات، ولا تنازل عن ذلك. فهل أنت جاهز أيها الكرواتي لإظهار كل خبراتك من أجل إسعاد الأمة العينوية؟ إيفان ليكو، أنا سعيد بوجودك معي اليوم من خلال هذه الأمسية، سعيدين بوجودك معنا في دورينا، نرحب بك في دوري الخليج العربي هنا كمدرب لواحد من الأندية الكبيرة، نادي العين الزعيم الإماراتي. في البداية كابتن، شو اللي جذبك لمشروع أنك تدرب فريق العين؟ في البداية أود أن أشكر عليك على هذه الكلمات الطيبة. أنا سعيد جدا بتواجدي هنا معك هنا للتحدي الحديث عن كرة القدم. بالإجابة إلى سؤالك، أنا منجذبا لمشروع النادي، وأنا كشخصيا أنا دائما لدي طموح ودائما أبحث عن الطموحات الكبيرة كمدرب، وأنا هنا تقابلت مع مجلس إدارة العين الذين قالوا لي بكل شجاعة بأنهم يريدون الفوز. إنه تحدي جديد بالنسبة لي في لمدة سنتين في بلجيكا، وفزنا أيضا بالبطولة، كان وقد قضينا ايضا بطوله دوري ابطال اوروبا جيده هناك. واود ان اساعد لبناء فريق جديد مع بعضنا، مع مجلس الاداره، مع المشجعين واللاعبين، كلنا جميعا. كابتن، يعني هناك انديه في العالم لا تشبع من البطولات، وهي نفس الانديه ان تكون في المركز الثاني، هذا الجمهور، جمهور الفريق يعتبرون المركز الثاني فشل بالنسبه لهم. نادي العين واحد من هذه الأندية، يعني إذا ما كان المركز الأول أي مركز ثاني لا يرضي طموح الإدارة، لا يرضي طموح الجمهور. هذا هو تحدي إحنا نعرفه في العين. العين من الأندية القليلة في العالم اللي لا يرضي طموح العيناوية إلا المركز الأول في البطولات اللي يشاركون فيها. هذا تحدي بالنسبة لك أنت كمدرب شاب، كيف ترى؟ حسنا، انه تحدي، لكن هذا السبب الذي انا متواجد عليه هنا، لان العين يريد ان يفوز، لان العين لو لم يكن لدي طموح لكي ينافس على الاشياء الكبيره ربما لم اكن اتواجد هنا. اعتقد هناك اشخاص اخرين يريدون ان يتدربون ويعملون بدون ضغوطات. انا دائما ادرب تحت الضغوطات، ودائما متعودا على
هذه الضغوطات لمدة سنوات طويلة، وأيضا ولدي طموح لفوز كل مباراة وفوز بكل شيء وما أضمنه لكل العمل. ثلاثة ضمانات دائما دائما نبحث عن النتائج، النتيجة التي نبحث عليها دائما، أن نقارن أنفسنا مع الفرق الأخرى. يجب علينا أن نكون أفضل من اللاعبين من الفرق الأخرى. الشيء الآخر عندما في على المدى المتوسط بالنسبة لي وكمدرب وكطاقم، يجب علينا أن نصنع كرة جميلة. أحب الكرة الجميلة ولكل يريد أن يشاهد كرة جميلة. والشيء الثالث كمدرب بالنسبة لي أن أساعد تطوير اللاعبين أنفسهم. أعتقد بأنهم تحديات كبيرة، وأنا أعرف أنا أين مكاني، ولكن مع مجلس الإدارة، مع اللاعبين، مع الجماهير، نريد أن نعمل بجهد وجد وأيضا وبروح قتالية والفوز كل يوم. حبيت إجابتك لما تقول أنا أعرف مع من. أنا أعني هناك طريقتين للكلام. الطريقة الأولى أن تبحث عن أعذار، وأيضا أن تأخذ وقت وتحاول أن تلعب بالوقت، ربما أن تلعب مع الإعلاميين بالكلام. إنها ليست طريقتي في الكلام، وليس دائما أحب أن أكون مباشرا وواضحا وأتحدث بكل وضوح بصوت عالي ما أريده وماذا أبحث عنه. سنرى ماذا سيحدث بعد أسابيع وأشهر عندما ستكون الأمور ناجحة بالنسبة لي في رحلتي. أكيد كابتن، أنت شفت الفريق الموسم الماضي وتابعت مباريات منه، والمركز الرابع ليس هو المركز اللي يرضي طموح الجمهور مثل ما ذكرنا قبل ذلك. المهمة إعادة العين من جديد إلى المركز الأول. أنا ما أقول لك المراكز الأولى، إلى المركز الأول من خلال المعسكر اللي كان. وأنا أعرف أن الوضع اللي انطبق عليك انطبق على أندية كثيرة، أن معظم الوقت لاعبين الدوليين ما كانوا معك، لكن من خلال ما شفته مع من اللاعبين، هل المهمة تراها صعبة؟ المهمة مستحيلة؟ المهمة سهلة؟ كيف ترى المهمة؟ حسن، ليس هناك مهمة مستحيلة في كرة القدم. أود أن أقول دائما عندما أحلم بشيء كبير. أعتقد بالنسبة إنها التجربة الأولى بالنسبة للاستعدادات التي قمت بها لفترتين في اليوم، وأيضا لمدة أسبوعين بدون اللاعبين الدوليين. أعتقد لا أود أن أقول بأنها معسكر مثالي، لأنني بالفعل فقدت الكثير من اللاعبين، والآن أيضا هناك لاعبين آخرين بالنسبة لي وبالنسبة لي أيضا للفرق الأخرى. ما أحتاج أن أتقبله مقارنة العين منذ العام الماضي أو مع الثلاث سنوات الماضية. أعتقد بأننا في 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 طريقة جيدة بعد تحليلي مع الطاقم الفني، ونريد أن نلعب كرة قدم جماعية، لأن كرة القدم في العين لا يجب أن تعتمد على لعب فقط ولعب ألعاب فردي. وهذه هي المهمة الأولى التي أود أن أوصلها للاعبين. الجميع يجب أن يكون مسؤولا إعطاء جهده داخل الملعب، وهذه هي البداية التي وأنا واثق من العمل الذي أقوم به، وأعتقد بأننا النتائج ستأتي قريبا. يمكن الإعلام في البداية وجمهور العين في البداية لما تم التعاقد مع إيفان ليكو، الجمهور دائما يطلب اسم كبير. إيفان ليكو لا يزال 41 سنة من العمر، شاب، مدرب شاب. سئل المشرف على فريق العين، المشرف العام على فريق العين محمد حماد، لماذا اخترت إيفان ليكو لتدريب الفريق؟ أجاب في نقاط معينة. قال إيفان ليكو نجح في بلجيكا، إيفان ليكو يملك شخصية وأسلوب تعامل
مختلف. إيفان ليكو طريقة تفكيره أعجبتنا، قال التمسك بالمدرسة الكرواتية. ما هو المطلوب كابتن لكي تترجم كل هذه القناعات لدى الإدارة العينوية، تترجم قناعاتهم على أرض الواقع؟ أولاً أنا لا أحب أن أحدث عن نفسي، ما أن أقوله نحتاج عندما تريد أن تعرف شيء علي يجب عليك أن تتحدث مع لاعبين الذين تدربوا معي، لأنهم اللاعبين هم من يعطون القرار الصحيح وأيضا الرأي الصحيح. لكن هناك فزت بكثير من المباريات في العام الماضي، وأعتقد بأنها كانت منافسة جيدة وكانت أفضل منافسة لنا في دوري أبطال أوروبا، وشاهدنا الكثير مباريات ضد أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وموناكو. ومن هذه المنطلقة بالنسبة لي تستطيع أن تعرف الكثير عن مسيرتي. حدثت مع مستر حماد وكان واضحا جدا منذ البداية، وشعر بأنني أعرف عن كرة القدم. لا أحب أن أقوم بأشياء وأمور لا أستطيع فعلها، أود أن أكون واضحا أن كرة القدم ليست عملي، إنها حياتي. أنا دائما كنت لاعبا محترفا، أنا لم أتي إلى هنا لكي للسياحة والاستمتاع بأشعة الشمس وأيضا بالتسوق، أنا جئت إلى هنا للعب والفوز بكرة القدم، وهذا هو طموحي. وأعتقد أن هذه ليست أن لا يتحتم بشخص واحد، بل بطاقم عمل جماعي لتحقيق النجاح. عندما يكون لديك مجلس إدارة وطاقم فني ولاعبين وأيضا مهاجمين ومشجعين في نفس الخط، هذه هي الأشياء والعوامل الرئيسية لتحقيق النتائج. وأعتقد بأنني كل هذه الأشياء تخلق الطاقة الإيجابية وتخلق الطموح. لأنك لو أنك رومانسي في كرة القدم، أنت ربما تشاهد العاطفة في كرة القدم. نتمنى خلال هذا الموسم العين أن يستطيع يحقق أشياء إيجابية بالنسبة لكرة القدم الإماراتية. بسألك سؤال عام كابتن، من خلال تجربتك التدريبية، مدرب كرة القدم يفضل أن يدرب فريق ويأخذ من تحت يوديه إلى الأعلى، أم أنه يأخذ فريق هو في دائما في المقدمة ومسؤوليته أنه يحافظ على هذا الفريق أنه يستمر في البطولات؟ وين الأصعب؟ أستطيع أن أقول لك شيئا واحدا، أنا بدأت في مسيرتي الاحترافية مع فريق صغير ومن ثم مع فرق أخرى، لكننا في العام الماضي لعبت مع فريق ثاني ودربت فريق آخر ولعبنا في دوري أبطال أوروبا. دائما نقوم بنفس الأشياء مع دائما نود أن نفوز، نود أن نخلق هوية وكرة القدم مع أي فريق، لكن كرة القدم هي ما تحدد النتائج. أنا دائما أجهز بالنسبة لي، لو كانت الخيار لي أود أن أدرب ببرشلونة وريال مدريد، لكنه أعتقد أن تكون مدربا في كرة القدم يجب أن تكون هناك نظريات، ما هي الأشياء التي أحبها والتي أحبها، يجب أن تكون واقعي وتكون أيضا تبحث عن القيام بالعمل الصحيح والأفضل. وعملنا ربما يكون جميل وأيضا صعب، أعتقد بأنه عمل جميل جدا، لأننا هذه لعبة الكل يحبها، ونحن نخلق وأن ترى كرة القدم أن تلعب بنفس الطريقة التي تحبها، هذا يعطيك أكثر رضا وامتنان من عندما كنت لاعبا في السابق أو كنت مشجعا. هذه هي الإجابة بالنسبة لهذا السؤال. أحب واقعيتك وإجاباتك جميلة جدا سيد إيفان. تحضير لموسم طويل وشاق في ظل منافسة شرسة من أندية دورينا، راوح فريق العين تحضيراته بين النمسا وسلوفاكيا،
نقطة البداية لتحضيرات الموسم الجديد، كانت تحمل في طياتها رسائل مضمونة الوصول، مفادها أن الفريق يستعد على قدم وساق للموسم الجديد. كيف استعد الفريق لامتحان هذا الموسم؟ انهى الموسم الماضي في المركز الرابع، وهي نتيجة لا نخالها تليق بفريق قدره الألقاب وتتويجات. لا يفي بتطلعات أنصار البنفسجي، وللعمل على العودة للأمجاد كان من اللزام على العين أن يقوم بتحضيرات مكثفة لبداية الموسم الجديد. وبالفعل حل ركب الفريق بالنمسا ثم أكمل تحضيراته بسلوفينيا. هنا كانت استعدادات الفريق. الفريق العينوي أقام معسكره هنا، وكان التركيز كبيرا من الفريق من أجل تقديم مستوى يليق بالفريق وبتطلعات أنصاره التي تتمنى أن يعود البنفسجي لمنصات التتويج، خاصة أن العين يلعب على عديد الواجهات. التركيز كان كبيرا في المعسكر العينوي، والكرواتي إيفان ليكو كان حريصا على التأكيد على أن العمل والمثابرة هي الأهم في تحضيرات الفريق. تدريبات البنفسجي راوحت بين الصباحية والمسائية بين الجانب التكتيكي والفني وحصص تقوية العضلات، وكل اللاعبين كانوا مثالا للتركيز في المعسكر. الفريق خاض عديد المباريات الودية التي وقف فيها اللاعبون ومدربهم على مدى استعداداتهم لبداية الموسم الكروي الذي تنتظر فيه العين عديد المواعيد الهامة. معسكر امتد على فترتين بين النمسا وسلوفينيا وتحضيرات على قدم وساق قبل بداية الموسم الجديد. فهل سيعود الزعيم لمعانقة الزعامة في هذا الموسم؟ وهل ستعود آهات الجماهير التي تعشق البنفسج؟ أسئلة عديدة قد نتعرف على الأجوبة عنها في بداية الموسم الكروي الجديد. المعسكر كابتن كان في النمسا وسلوفينيا، أنا قلت سلوفاكيا، هو في سلوفينيا. ما هو انطباعك عن المعسكر؟ مدى نجاحه بالنسبة لك؟ بغض النظر عن الجزء اللي تكلمت فيها اللاعبين الدوليين وارتباطهم بالمنتخب، لكن بشكل عام كيف كان المعسكر؟ حسنا بالتأكيد كان ناجحا. بالنسبة الهدف في المعسكر لدي هدفين، في الأول أن تعرف تتعرف على فريقك، وأيضا لإيجاد الطريقة الصحيحة التي تلعب بها كرة القدم، وأيضا الفوز بالمباريات. في الشيء الثاني الذي أود أن أقدم جميع الفرص لكل اللاعبين في جميع المباريات وما أتوقع من كل اللاعبين. بالتأكيد وبالطبع نحن كمدربين دائما نريد المثالية. أستطيع أن أقول بأنه كان جيدا مهما أيضا، لكننا لسنا راضيين، دائما نبحث عن الأفضل بالنسبة لنا. كما قلت لك مسبقا روحنا دائما تبحث أن نكون أفضل. لدينا لعيب فريقين فريقا جديدا، لاعبين جدد، ومجلس إدارة جديد، والجماهير دائما يطمحون، ونحن جاهزون لعمل الجاد وللبحث دائما أن نكون أفضل من الأمس ومن الموسم الماضي. شو الانطباعات كابتن اللي كونتها عن اللاعب الإماراتي، خاصة هي تجربة جديدة بالنسبة لك في 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 منطقة الخليج؟ شو الفكرة اللي خدتها أو الانطباع الأول اللي خدتها من خلال وجودك في المعسكر في البداية؟
مثلا بالنسبة للاعبين المحليين أنا رأيت بأن لديهم مهارات فنية موجودة، واللاعبون يحبون اللعب بكرة القدم بطريقة بالكرة القدم ويتمتعون بكرة القدم، لكننا نحن دائما نبحث أن نضع أو نضيف شيء آخر الذي يأتي من الكرة القدم الأوروبية، لأن كرة القدم ليست فقط معتمدة عن اللعب، بل الهدف الأول هو الفوز، وأيضا الهدف الثاني هو الفوز بطريقة أو بطريقة لعب جميلة، ونحن دائما هذه الطريقة التي أبحث عليها، خاصة اعتمادي على اللاعبين الشبان، لأن عندما بدأت اللاعبين الشبان دائما يبحثون عن الحركات، وأيضا ودائما يبحثون عن الجمالية في اقتنائهم لأحذية جميلة، وأيضا وحولهم دائما بحث، وهذا شيء بالنسبة للفريق أو النادي الكبير هو الفوز، بالنسبة لي يجب علي أن أحقق الفوز، مجلس الإدارة جيد وأيضا المدرب جيد واللاعبين جيدين والجماهير جيدين، لكن في الجانب الآخر عندما لا تحقق النتائج لا أحد يستطيع أن ينقذك، لا مجلس إدارة ولا آخرين يستطيعون أن ينقذون أنفسهم، هذه هي الطريقة، يجب عليك أن تستعمل هذه أو تستفيد من هذه الإمكانيات داخل الملعب وتضيفها تضيف لها طابع أوروبي أكثر وأكثر للفوز في كل مباراة. انطباعك كابتن عن دوري الإمارات، أكيد شاهدت فرق، تابعت، هل الفترة القصيرة اللي موجود فيها أنت الآن خذت فكرة ولو بسيطة عن الدوري، أم تحتاج وقت لتفهم المستوى، لتفهم الفرق، لتفهم الحياة في دوري الإمارات؟ أستطيع أن أقول لك أنا شاهدت 15 مباراة للعين في العام الماضي، المنافسة كانت مختلفة، هناك الكثير من الفرق المختلفة، وفي هذه السنة في البداية شاهدت بعض المباريات في كأس الخليج العربي، وأستطيع أن أقول هنا لدينا فرق جيدة ولدينا لاعبين جيدين، الناس من الخارج عندما لا يأتون إلى هنا أعتقد لا يعيشون الحياة اليومية مع هذه الكرة القدم. بالنسبة انطباعي الأول هنا في الإمارات، هناك 5 فرق كبيرة تنافس على اللقب، فرق قوية ولديها لاعبون مستوى عالي من اللاعبين أجانب ومحليين، وهذه درس بالنسبة لنا كنادي العين، لأن لا شيء سيأتي سهلا بالنسبة لنا، أننا جميلين ولدينا ملعب جميل، يجب علينا أن نعمل بجهد كبير وأن نكون جاهزون لهذا الالتزام وهذه المهمة، وأن نضغط بشكل قوي في العمل اليومي بالمهارات الفردية، تستطيع أن تفوز مباراة واحدة، لكن بأن تكون فريق قوي يجب عليك أن تفوز بالبطولة وتكون بالشكل الجماعي. بماذا تعد جماهير العين هذا الموسم؟ بماذا توعدهم؟ إيفان ليكو ماذا يعد جماهير العين هذا الموسم؟ أستطيع أن أعدهم بأن نرى العين داخل الملعب بقوة قتالية منذ البداية إلى النهاية. بالنسبة لي الأسماء المرتبات، ما كل ما هناك نحتاج إلى الجماهير، لأنهم هم هذه شيء أساسي. والشيء الآخر، أنا أحب كرة القدم، أحب جمال كرة القدم، أحب الضغط، أحب السرعة، وأحب المهارات الفردية، وأيضا أحب الأشياء الأساسية. أنا أضمن لهم وأعدهم بأننا سنشاهد فريق سيكافح ويقاتل منذ البداية إلى النهاية للحصول على أفضل نتيجة. بالنسبة لي هذه هي الأشياء المهمة. بالنسبة لي أهم شيء بالنسبة لي أن أكون أنا المسؤول، والمنافسة في الملعب يجب أن ننافس في التدريبات وفي المباراة، وبإذن الله بإرادة الله سنحقق كل النتائج المرجوة. كابتن، يعني عمرك قريب من أعمار اللاعبين، وهذه هي التوجه الجديد لكل
الفرق في العالم، توجه إلى المدربين الشبان، هذا ما يحدث. هل هذه النقطة تساعد على فهم عقلية اللاعبين الموجودين معك بحكم قرب العمر بينك وبين اللاعبين الموجودين؟ أعتقد إنها ميزة بأن تكون شابا وتكون مدربا. عندما تقارن كرة القدم منذ 15 سنة ماضية كان هناك اختلاف كبير، ليس هناك إنستغرام وتويتر وفيسبوك، واللاعبون كانوا دائما مع بعضهم البعض. والآن بالأحرى عندما لا تقبل الجيل الجديد والأشياء الجديدة التي حدثت بالنسبة للمدرب، ستكون الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا كمدربين التكتيك، ونحن وأيضا إعلاميين نتحدث عن التكتيك ونتحدث على كل شيء. أعتقد أنها 30% فقط، لكن عندما تخلق لاعبين و 25 لاعبا يحبون بعضهم البعض ويقضون أكثر وقت مع بعض ويقدمون، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا وخلق المجموعة. وأنا أتمنى وأيضا مؤمن بأنهم سيساعدونني ويساعدون الطاقم، لأننا كلنا شبان ولدينا طموح بأن نكون فريقا واحدا مع بعض. كابتن، وجهت رسالة لجمهور العين، خلنا نروح عند اللاعبين واللاعبين الموجودين. أنت قريب منهم بحكم العمر، يعني محمد أحمد، محمد فايز وريان يسلم موجودين هنا معنا في الاستوديو. قبل أن تغادرنا وقبل ما أبدأ الحوار معهم، شو الكلمة اللي توجهها للعيبة قبل بداية الموسم من خلال الأسماء الموجودة معنا؟ وأنا رحب فيكم كباتن موجودين معنا في الاستوديو. الكلمة الأولى التي أود أن أقولها، أود أن أشاهدهم في أسرع وقت ممكن في الملعب، لأنهم ممتلئة بلاعبين مهمين بالنسبة لي وبالنسبة للفريق، ونحن ننتظرهم وأيضا ليقدموا 100% من مجهودهم ومستواهم. الشيء الآخر، أتمنى لهم حظ السعيد بالنسبة لصحتهم بأن يكونوا بدون إصابات وأن يلعبوا بشكل جيد ويتدربون بجد في كل يوم. وهذا أتمنى في النهاية أن نحقق كل ما نصبوا إليه في الموسم إن شاء الله. إن أي تعليق بالنسبة لك مع الشباب في المعسكر أو من خلال التدريبات اللي صارت في الفترة الأخيرة، وكيف تشوفهم؟ ثلاثة شخصيات مختلفة. بامبو، الكل يلقبونه بامبو، إنه روح الفريق. Different character outside or inside؟ This you know better. Okay. هذا تعلم جيد. فايز مع خبرته وأيضا وإمكانياته المهارية، أعتقد بأن نستفيد منه. وأيضا ريان بموهبته وأيضا ما قدمه خلال الموسم الماضي، أعتقد أتوقع منهم بأنهم أن يقدمون خطوة للأمام من ناحية الفنية. أعتقد بأنهم سيساعدون الفريق لتحقيق نتائج جيدة. إيفان بيغادرنا، تبي تقول شيء للمدرب قبل ما يروح؟ في البداية المدرب يمكن يترياني على حرم الجمر، عرفت أنت كل يوم يسألني متى بترجع متى بترجع متى بترجع، فانا وعده اقول له ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي. اليوم زخني يقول لي خلاص ما في اسابيع، باقي ايام قليله وتدخل معنا التمرين. أوكي. فاقول له ان شاء الله كل يوم يزخني عاد، اول ما وصل النادي كل يوم يزقني متى بترجع. محمد، انا سالت ايفان عن الموضوع هذا، في يعني ليكم من اصغر المدربين الموجودين عندنا 41 سنه، قرب السن بينكم وبين المدرب هل يساعد اكثر على التفاهم؟ اكيد يساعد، يعني المدرب اكيد شغله في الملعب، ولكن خارج الملعب دور مهم اذا المدرب كان قريب وايد من اللعيبه. فانا اشوف المدرب يعني من وايد قريب من اللعيبه، انه حتى يدخل الغرفه يسلم على الشباب ويسلم كل واحد، انت شو اليوم جاهز، شو اصابتك، وين وصلت. فانا اشوف المدرب يمكن هذا الشيء ايجابي صراحه، المدرب اللي موجود عنده يعني الميزه ايجابيه، ان يعني يسال اللعيبه وايد قريب من اللعيبه، يعني خارج الملعب وايد يضحك ويسولف في اللعيبه كلهم. يمكن هالنقطه بتخليه يعني سنه هو صح صغير، عشان نبرع الملعب نقدر احنا نتفاهم بعد. محمد، بمعنى المدرب صاحب فكر كبير بمعنى ومجتهد، اتمنى له التوفيق. اوكي. ريان، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على الاستضافه. اكيد نفس ما قلت، قرب العمر راح يساعد اشياء كثيره في عن طريق التواصل،
وهو اللي يميزه عن المدربين الاخرين انه قريب منا ومتواصل ويانا وصاحب ابتسامه يعني دائما ودائما ايجابي. وان شاء الله نقدم موسم مع بعض ان شاء الله يكون يليق فينا ان شاء الله يا رب جميعا. ان شاء الله هذا ما نتمنى. ان شاء الله. شكرا لك كابتن لوجودك معنا، نشكرك، نتمنى لك التوفيق من خلال هذا الموسم. وإجاباتك أنا حبيتها عموما بشكل كبير لأنك رجل واقعي، وحبيت الإجابات من خلال الحوار اللي كان. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ونتمنى بأن هذا الموسم أن نشاهد أشياء جميلة من العين خاصة على ملعب كرة القدم. Thank you. Thank you coach. Thank you. Good luck. يضم فريق العين عديد من اللاعبين المواطنين الذين يطمحون لإعادة الفريق لمنصات التتويج، هدفها فرض أسماءها في الفريق البنفسجي. أبرز الأسماء التي تحمل زي الفريق وما هي طموحات هؤلاء في بداية الموسم. العين هذا الموسم في المعسكر الخارجي بات على أتم الجاهزية بمجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرة الكبرى في ملاعب دورينا والدوليين في منتخب الإمارات الذين خاضوا غمار الكثير من المحافل رفقة الأبيض أو العين في آسيا. نجوم العين المحليين يراهن عليهم جماهير البنفسج بكل قوة هذا العام من أجل الوصول للهدف المنشود وتحقيق الألقاب تباعا. من صمام الأمان في المرمى خالد عيسى، مرورا مهند العنزي وإسماعيل أحمد، وصولا لمنتصف الملعب مع أحمد برمان ومحمد عبد الرحمن وبندر الأحبابي وبقية الرفاق في العين. مجموعة تمتلك خبرة واسعة مع الزعيم، وبالتأكيد سيكون لها الأثر الأكبر في تحفيز اللاعبين الشبان في الفريق. لهذا على عاتقهم عمل جبار ينتظر منهم الكثير للوصول للبطولة رفقة كل الكتيبة العيناوية. الكل على أتم الاستعداد، وظهر ذلك في معسكر الفريق والمباريات الودية. لاعبو العين لطالما كانت لهم كلمة في كل موسم من مواسم دورينا، هل يظلون على العهد مع البطولات ويعود الدوري من جديد لموطنه الأصلي في دار الزين، أم أن هناك كلام آخر للفرق الأخرى؟ الأيام كفيلة بأن تكشف النقاب عن ذلك، فدعونا ننتظر. بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل الحديث مع لاعبي العين. كان حديث سريع مع المدرب إيفان ليكو، ثم بعد ذلك غادرنا المدرب ومعنا اللاعبين محمد أحمد ومحمد فايز وريان يسلم. مرة ثانية رحب فيكم من خلال هذه التغطية. محمد أحمد وينك بعد العلاج؟ وين وصلت مرحلة العلاج؟ خلاص الحمد لله، يمكن عدت مرحلة طويلة من العلاج، يمكن أهم مرحلة هاي اللي إذا كان عندي التأهيل كان جيد
اني استمر في الملعب اكثر. فانا طولت في التاهيل عشان اني اكون جاهز حق الملعب، وخلاص معطيني موعد ان شاء الله يوم الاثنين ادخل مع الفريق بشكل رسمي مع الفريق. فاتمنى ان شاء الله تكون اخر الاصابات ان شاء الله. من فتره من يومين كان لك تصريح انك بتكون افضل لاعب في الموسم. في ناس انتقدوا التصريح، في ناس استغربوا من التصريح، في ناس فرحوا بالتصريح. اكيد يمكن شوف عقب غياب طويل، يمكن انا الحين صار لي 7 شهور من بعد كاس اسيا الاصابه اللي كانت مباراه استراليا. اكيد الواحد بيرد يحط له مثلا هدف او طموح. انا العب كره قدم، اوكي انا في نادي العين حققت بطولات معاهم، وصلت لمراكز متقدمه. اكيد انا يعني شخصي انا ابغى احقق لي هدف او احقق لي طموح. انا وقفت يمكن فتره، اكيد العين افتقدني والمنتخب افتقدني، فانا براوي الناس ان محمد احمد بعده موجود في الملعب. فحطيت لي هدف اني اكون افضل لاعب هالموسم. مش عيب الواحد يحط له طموح او هدف، عشان اني احاول اني اجتهد في التمارين، احاول اعطي كثر ما عندي اني اوصل للهدف. وصلت له الحمد لله، ما وصلت له بس هدف واقعي بالنسبه لك كلاعب راجع من الاصابه. اكيد كل لعيبه يكونوا مصابين في النهايه، اذا اللاعب ما حط له هدف. مثلا انا اقدر احط لي هدف والله انا ما ارجع انصاب، بس ما تعرف هذا بيد رب العالمين، يمكن انا بعد المباراه انصاب، بس انا حاط لي هدف اذا اللاعب اجتهد يقدر يوصل لي با. فانا حاط لي هدف اني اكون افضل لاعب هالموسم، مش اني افضل لاعب من سمونا، اكون افضل مدافع على الاقل يعني حكم مركزي. فاذا كنت في تشكيله انا ل 11 لاعب الموسم، اكيد انا اطمح لي اكون افضل لاعب في الموسم. مش عيب يعني الواحد يحاول يجتهد على نفسه ويكون افضل لاعب. فانا اتمنى ان شاء الله، وانا ببرر حق الجمهور يمكن انتقاد وايد يعني ياني، بس انا في النهايه تعرف انا اجتهد واعطي اللي عندي وما علي من اللي بالعكس طموح مشروع بالعكس الواحد لازم يتفاهم. اكيد لانه وايد انتقاد انا سمعت انه انت على اي اساس هو اكثر واحد انتقاد. لا 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 اكثر واحد يكون داعم لي صراحه. لا داعم الاول بجاره. لا محمد احمد بامانه منتلتي قوي جدا بامانه، انضباط في التمارين واصرار صراحة قوي جدا. عشان شي بداية الحوار قلت لي ركز عليه. ركز عليه انه بامان يعرف يتكلم يعني. انت تعرف تتكلم شاشة قوي محمد احمد والله؟ ان شاء الله يعني بعد بعد الكورة محلل على طول. اعلام اعلام على طول على طول هو الجامعي ريان. ايه محمد العين العام الماضي المركز الرابع. المركز الرابع بواقعية لا يرضي أي شخص عيناوي. أكيد. العين شي استوى، هذا قدر العين. أكيد. الموسم هذا شو تشوف المشهد أنت كلاعب؟ بأمانة أنت قبل شوي مدحت المدرب، أنا بأمانة من أول يوم المعسكر عجبني المدرب بأمانة. مدرب حاط طموح. أنا مدحته كشخص. وكتعامل. أكيد. وكواقعية. نفس الشيء. عجبني. في الملعب نفس الشيء تقريباً بأمانة. في جدية في العمل. في طموح، في هدف. كذلك إخواني اللعيبة. بشكل عام نحن في العين كل سنة ندخل على بطولة. هذا قدرنا يعني. وهالموسم مثل ما تشوف التعاقدات اللي استوت في نادي العين هذا ما يعطيك اي عذر انك ما تكون في المنصات هاي السنه ان شاء الله. وهذا التارجت لنا ان شاء الله باذن الله. ريان كيف تشوف العين مع بدايه الموسم؟ انتم كلاعبين من خلال الاداره الفنيه الجديده، من خلال اللاعبين، من خلال المعسكر اللي كان، الفريق مدى تفاؤلكم انتم كلاعبين في المرحله القادمه؟ والله شوف اول شيء احب اقول ان دائما نحن كنادي العين عندنا في شيء اسمه اساسيات يعني. ومن اساسيات كل موسم ربان السفينه صاحب السمو الشيخ الزعم زايد عودنا دائما على ان نطمح للبطولات وما نرضى الا بالمركز الاول. فكل موسم دائما نحن هدفنا مش بطوله مثلا، لا نحن كل بطوله بنكون متواجدين فيها في كل موسم نحاول نحققها جميعها يعني. اكيد في النهايه انت يوم بتحط طموح كبير وهدف كبير اذا ما وصلت لجميع البطولات راح توصل على الاقل بطوله بطولتين وراح تكون شيء اساسي في 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 كيان النادي يعني. هالموسم جزء من المواسم السابقه على المرحله التراكميه السابقه يعني، دائما كل موسم نطلع بشيء جديد ببطوله او مثل ما حصل الموسم اللي طاف يعني ما توفقنا ولكن طلعنا بصوره طيبه في كاس العالم. فنتمنى ان شاء الله يكون هذا الموسم موسم استثنائي ويليق بسمعه نادي العين
ونحن كلاعبين والإدارة ما قصرت صراحة، قامت في شغلها، ونتمنى نحن كلاعبين نرضي بالجماهير أيضا إن شاء الله، نكون قد الطموح ويكون موسم استثنائي بإذن الله إن شاء الله. يعني على طاري كأس العالم، محمد أحمد المركز الثاني في كأس العالم، يعني أوكي الموسم الفريق قلنا في الدوري حقق المركز الرابع، لكن العين عكس صورة مميزة جدا لكرة الإمارات لكل العالم، أنه يلعب في المباراة النهائية في 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 بطولة العالم، كانت استثناء ولا كان شيء أنتم مخططين له، ولا أنتم شفتوا أنفسكم في واقع، لا في واقع مختلف أن أنتم مع الكبار ونمشي؟ يعني أنت قبل البطولة محمد كان في بالك أنك تلعب الفاينل في البطولة دي؟ ما في شيء اسمه مستحيل، شوف ما في شيء اسمه مستحيل، اكيد ما في شيء اسمه في الكوره يعني يا رب. في النهايه مثل ما قلت مع الكبار، نحن ترى فريق كبير، نحن نعتبر فريق اسيا، فريق كبير في اسيا، يعني يعتبر من اكبر الفرق. يمكن ما حد كان متوقع بالنتائج السلبيه اللي كانت قبل البطوله هاي، انه كان تذبذب في المستوى، ما حد توقع ان نحن ندخل البطوله هاي نحقق شيء، يمكن نحن ما كنا متوقعين هذا اللي اقوله، نحن كلاعيبه ما كنا متوقعين، بس نحن قلنا بنجتهد بنعطي ربك وفقنا، وصلنا النهائي، كان بإمكاننا ناخذ البطوله حتى صح. لو الفرص اللي ضاعت كنا بناخذ البطوله، والمجهود اللعيب اللي كانوا تراكمات المباريات لعبنا 120 دقيقه يمكن مبارتين، انا اقول لك نحن كلاعبين ما كنا مصدقين، علينا نجتهد ورب العالمين وفقنا وصلنا للنهائي. اجتهاد السنه شو تشوفه محمد؟ السنه مثل ما قال كابتن محمد وكابتن ريان، انه نحن كانت لنا يلسه قبل المعسكر، في المعسكر كانت لنا يلسه كلعيبه، لعيبه ارواحنا متعهدين ان نحن اي بطوله ندخلها ان نرفع اسم نادي العين فوق. صح. نجتهد نسوي اللي علينا، فانا يا رب العالمين هو اللي يوافق. مباريات ما تعرف اتحاد تلعب 11 ضد 11، بس كل مجتهد له نصيب. نحن متعهدين ان خلاص ننسى عندنا، نعطي كل اللي عندنا في المباريات، ان اي بطوله ندخلها كان نبقى الاول. نحن نلعب في نادي العين مش شيء نادي ثاني، مع احترام الانديه الثانيه نحن في نادي العين، نحن مطالبين بالبطوله. مش مطالبين بمركز الثاني ولا الثالث، الثاني عندنا مثل الاخير. نحن في نادي العين الثاني عندنا مثل الاخير. نحن مطالبين بالبطوله. محمد يعني ببدا معاك من الكلام اللي هو انتهى، هو هك في السؤال لان السؤال من عنده. انك تلعب في نادي العين ضغط اكثر من اي نادي ثاني؟ وليش؟ شيء طبيعي بامانه، يمكن انا كملت في نادي العين اكثر من 12 بأمانة. الضغط في نادي العين كبير، قاعدة نادي العين كبيرة كجماهير كشعبية داخل الدورة خارج الدولة، هذا شيء يحملك مسؤولية بأمانة. كونك في نادي العين نادي الرئاسة بأمانة، هذا النادي من تدخل باب النادي تحس بقيمة النادي، تحس بالمسؤولية اللي تكون أنت في عاتقك، هذا الشيء يعطيك دافع انك تركز في كل دقيقه في كل ساعه انت داخل النادي، تفكر كيف تقدم افضل اللي عندك سواء داخل الملعب خارج الملعب ولا في محيط النادي. ومثل ما قال الكابتن محمد احمد، ترى في النهايه هي توافيق الواحد من يحصل هالدعم الكبير من هالجمهور قصبا عنه يعطي دبل المجهود اللي هو مطالب فيه، والتوفيق من رب العالمين. ريان انت يمكن اصغر من اللاعبين الاثنين، لاعب في هالعمر ويلعب في فريق ارثه وتاريخه كله في المراكز الاولى، النضج اللي حققه في فتره قصيره من نادي كبير مثل نادي العين، شو يعني قيمة هذا النضج؟ وهل أسرع من أي نادي ثاني؟ شوف بنواف، تجاوبت في نهاية السؤال يوم قلت هالكلام. بنواف نحن في المراحل السنية نحن صغار، من نحن صغار نتعود يعودوننا على أشياء معينة، مثلا ممكن تخسر، بس تخسر راح تزعل، ما بتخسر وتطلع وكأنه ما في شيء، لا نحن صغار 12 سنة 13 سنة، لا هدفك تفوز، ما من الحين تبدأ تتعود على ضغط انك لازم تفوز، اوكي تدخل راح تستمتع تلعب كوره وفي نفس الوقت
تبني شخصية الفوز خلال 10 سنوات 12 سنة يوم تبدأ توصل للفريق الأول. هذه العقلية لو جميع اللاعبين عندهم خلاص راح تكون فريق بسهولة، راح تكون شخصية الفوز، شخصية الانتصارات تتعود سبحان الله. فنفس ما قلت نادي كبير ضغط كبير، ممكن في بطولة واحدة تسوي خبرات وتجمع خبرات، في أندية أخرى ممكن ما تجمعها في خلال سنين. فشيء يعني إيجابي دائما في نادي العين هالشيء، يعني ممكن تطلع من هالضغط بشكل غير إيجابي أحيانا وبصورة مش طيبة كأداء ممكن، ولكن أنت تكون استفدت وخذت خبرات متراكمة بشكل مضغوط يعني نفس ما يقولون، فتفرق يعني. ريان كان في فترة أو في كلام أنك بتترك الفريق وعرض عليك عرض صح في فترة من في فترة قبل كم سنة بعد، أنا ما حالف إن حظني ألعب، كانت عندي إصابات متكررة وما حالف إن حظني ألعب مع الفريق. صراحة ما أعرف أنا إذا وصلني ولا، بس اللي أنا متأكد منه النادي تمسك فيني ووثق فيني ودعمني. كنت في مرحلة جامعية ومرحلة الكورة يعني نص هني ونص هني، ودعمني أكثر وأكثر يعني، وما كلمني عن أي عرض إنه في شيء أو فكر فيني، لا يعرف إن أنا واثق فيني إن أنا راح أقدم الإضافة المرجوة مني، وإن شاء الله أكون أبدأ إني أقدم يعني على الأقل قليل مما أعطوني إياه يعني، إن شاء الله أكون قد الثقة يعني إن شاء الله. أبى أتكلم عن كلمتك عن كأس العالم، بعد أبى أرد للموسم اللي طاف، بعد كأس العالم وبعد التوهج اللي كان في كأس العالم وبعد المركز الثاني الفريق تراجع في مباريات للعين العام، نقول أو قلنا إنه مو بهذا هو الفريق اللي شفناه في كأس العالم، رغم إنهم نفس العناصر بس الشكل مختلف، شو اللي استوى؟ والله بنواف السؤال تقدر توجه حق محمد، لأن أنا شوف محمد كان معاهم أنا بعد البطولة هاي، صرت المنتخب وانصبت يمكن تعود الأسئلة الصعبة عندنا. لا مش الأسئلة الصعبة، أنا ابتعدت فترة يعني عن الفريق، كنت أتعالج أنا خارج الدولة وشي، فمحمد كانوا أقرب ناس يعني. أنا بسأل الاثنين. أي وجه سؤال حق محمد. أوكي محمد، يعني سؤال كل واحد مو بس عيناوي، حتى الناس مستغربة يا أخي، مو بالفريق نفس اللاعبين اللي شفناهم في كأس العالم للأندية، اللي فازوا على بطل أفريقيا، اللي فازوا على بطل أمريكا الجنوبية، اللي لعبوا في الفاينل في كأس العالم للأندية، نشوفهم في مباريات في الدوري شكل مختلف، شو اللي استوى؟ والله يمكن قل التركيز بأمانة، أكلمك بأمانة، يمكن ليش كأس العالم الفريق كان عاطن تركيز عالي بأمانة كبطولة كبيرة، يمكن قل التركيز بأمانة بعد كأس العالم، يمكن في ظروف خارجية أثرت على الفريق، لكن مثل ما تقول ما أقول لك يعني الكلام يمكن صح، لكن الدوري كان بأمانة بعيد عننا ذيك الفترة، يمكن كان دوري بعيد، يمكن نزل رتم الفريق قليل، يمكن هاي العوامل اللي أوكي. طلعت الفريق على شكل هذا. ريان والله شوف انا عندي وجهه نظر ثانيه يعني. تفضل. انت كنت حاضر في المباريات ما شاء الله ومتوهج ما شاء الله هناك المباراه. كانت مباراه، فانت انت بنفسك شفت الاجواء والحضور الجماهيري، الاجواء تساعد كان صراحه يعني، كان ملعب يوم تشوف تكلم عن 25,000 متفرج واجواء والضغط. ريان الاجواء اللي مثل هذه ممكن تغير وايد في لاعب كرة القدم؟ أكيد أكيد يا بنو، أكيد أنا أشوف وجهة نظر يعني، في النهاية اللاعب اللي يقدر يعطي 100% راح يوصل لل 200 و300، راح يدخل مستوى ثاني يعني. يوم تشوف الضغط الإيجابي أنا أسميه صراحة، اللي قبل المباراة بدقائق يعني تشوف الجو الموجود، تشوف الحضور، تشوف التفاعل، تشوف الجمهور يكلمك برا يشدوا حيلكم ونحن متأملين فيكم الخير، يكلمونك باستمرار يعني يصنع شيء في راسك انه لا بقدم اكثر من اللي عندي، لا مش اللي عندي اللي بعد اللي عندي. فكانت اجواء يعني استثنائيه نفس ما تقول، تتمنى بعدين ان كل مباراه تكون نفس هالمباريات، راح تشوف نفس المستوى صدقني اتوقع يعني. وبعدين تعرف بعد كاس العالم في يمكن ظروف صارت وادت الى اللي صار يعني، النتائج اللي انا اشوفها يعني ما تليق للنادي طبعا، لان المركز الاول المركز الثاني الثالث الرابع نفس الشيء صحيح. اذا ما كان الاول فاكيد ما نرضى فيه يعني ابدا. صح محمد، من تتوقع ينافس على الدوري السنه واقعيا، من اللي تشوفه من تعاقدات، من استعدادات، من اشكال وشكل الفرق في كاس الخليج العربي؟ بعطيك 5 فرق. عطني. العين 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 العين
اوكي اعطيتني فريق واحد معناته ان العين العين بينافس نفسه اذا عين. نحن كنا جاهزين نحب ننافس نفسنا على البطوله شوف هذه ثقه حلوه ثقه لاني انا اعرف فريقي ثقه حلوه بس في نفس الوقت ثقه تحملك مسؤوليه اكبر صحيح. اكيد تحملني لاني انا في نادي العين لازم اتحمل مسؤوليه اوكي انا خلاص صار لي 7 سنين وقعد معهم بعد 5 سنين لازم اتحمل مسؤوليه انت تقول دام اني انا داخل في نادي العين اتحمل مسؤوليه تقول العين 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 انا مع احترامي مال الفرق الثانيه اكيد في فرق بتلعب وياك بتحاول تنافس بس انا اذا فريقي كان جاهز بينافس نفسه في الملعب مع احترامي لكل الفرق حمد فايز والله وجهة نظري انا في اكثر من فريق امانه بدون ذكر اسامي انديه لكن كشوفه مبدئيه تقريبا الانديه كلها قول لي اذكر لي اسماء قول لي فرق احنا نتكلم عن كره قدم اللي تشوفه محمد من الفرق اليوم سواء في الانتدابات اللي استوت او في كاس الخليج العربي اللي تشوفه تشوف منو منو اللي راح ينافس انا ما اقول لك منو بيفوز بالدوري منو المنافسه راح تكون بين منو على العين اوكي اوكي اكيد بيكون الشارجه بطل الدوري اوكي اذا بذكر لك اسامي بذكر لك اول 9 اول 10 انديه دبي جاهزه انديه ابو ظبي جاهزه انتدابات محترفين هالموسم بشكل ممتاز بشكل قوي تذكرني نادي ثاني غير انت تشوف انه بينافس يعني شباب الاهلي الوحده الجزيره تشوفهم ما راح ينافسون؟ لا اكيد ينافسون لكن اذا بعطيك نادي ممكن اشوف بنياس تشوف بنياس انه بينافس ممتاز اوكي ريان والله بنواف نفس ما قلت الانديه كل واحد قام بشغله وشوف انتدابات كبيره متوقع موسم قوي ان شاء الله راح يكون تشوف انه راح يكون موسم افضل من اللي قبل من العام شوف ما اقدر اقول لك راح يكون مفترض انا اقول لك على الانتدابات وعلى اللي قاعد يصير مفترض انه راح يكون موسم ان شاء الله يكون تنافسي يعني راح يرفع مستوى الكره الاماراتيه ان شاء الله كل نادي قام بشغله يعني واكثر يعني كل نادي هدفه انه ينافس هذا الشيء اللي قاعد اشوفه يعني مش هدفه انه يجيب لعيبه عشان يصنع فريق او لا جايبين عشان يبدون ينافسون يعني تتكلم عن العين شباب الاهلي الجزيره النصر يعني كلهم جاهزين صح يعني فما تقدر تقول نادي معين الشارقه حتى لو ما جاب لعيبه كبطل الدوري لازم يكون هدف الدوري مره ثانيه يعني يكون شيء تاريخي لهم بعد يكون هدف لهم شيء جديد يكون تحدي جديد لجميع الفرق نفس ما انت معروف يعني نادي العين الوحيد اللي سوى انه يجيب بطوله الدوري مرتين متتاليات فلازم الشارقه يكون هدفها هالشيء انه يكون يتساوى معنا يعني انه يحاول يجلب الدوري مره اخرى يعني ريان شو الكلمه اللي توجهها لجمهور العين؟ شو تقول للجمهور قبل بداية الدوري شوف. وشو تطلب من الجمهور أول شيء بنوف أنا ما راح أطلب ولا شيء لأنهم الجمهور ما شاء الله جمهورنا ما يقصرون حضورهم إن شاء الله راح يكون كبير بس يتأكدون أن يعني كل لاعب يحمل شعار نادي راح يقدم أكثر من اللي عنده نحن نوعدهم إن شاء الله بإذن الله إذا الله يسر الأمور إن شاء الله يكون موسم طيب موسم استثنائي بس ننتظر دعمهم اللي هو دائما متواجد ننتظر المزيد منهم إن شاء الله يعني قاعدين نشوف الشغل الإداري مثلا في النادي صراحة شغل جبار وكبير قلت لك بقيادة صاحب السمو الشيخ الزاع ودعم يعني كبير سواء مادي أو معنوي فاللاعبين راح يقدمون كل اللي عندهم الحين الجمهور الدور عليهم أن يحضرون ويدعمونا دعم إيجابي فقط الدعم السلبي إن شاء الله ما يكون موجود أهم شيء إن شاء الله يعني يدعمونا دعم إيجابي وراح إن شاء الله نحن نوعدهم إن شاء الله موسم يعني يليق بسمعتنا إن شاء الله يا رب محمد أحمد شو الكلمة اللي تقولها للجمهور والله شوف بنوف يمكن الجمهور في نهاية الموسم كان زعلان شوي من النادي يعني عامة من اللعيبة مثل ما قال وضح كابتن محمد وكابتن ريان وضحوا شو الأسباب اللي كانت موجودة للفريق فأنا أتمنى شوف الجمهور في أي نادي إذا عندك نتائج إيجابية الكل بيحضر يعني محمد على طاري كلامك أنك قلت لي الجمهور بعد نتائج الموسم الماضي زعلان يعني اليوم فقرة التفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا الجمهور كان قلق من الفريق هذا الموسم في مؤشرات تدعو للقلق ولا في مؤشرات تدعو للتفاؤل لاني انا من خلال وجودك معي انا اشوف الفريق في قمه التفاؤل بنواف حتى لو نحن شو اقول لك لو نلعب مصابين خلاص دام شال شعار نادي العين
مطالب بالفوز في كل مباريات، تقاتل لازم في كل مباريات، سواء انت عندك عناصر ما عندك عناصر انت مطالب بالفوز. يعني ترى كره قدم مو بلاعب واحد، صح. عندك 11 لاعب، صح. اذا كانوا كلهم مركزين بتحقق الفوز نهائيا. يعني انت الجمهور مطالب دائما، يطالب اللعيبه دائما بالفوز. يمكن صح ان النتائج اللي شافوها الجمهور في المعسكر او المباريات الوديه اللعبه ترى مش مقياس، هذا مقياس انك انت في الدوري هني الجمهور بيشوف انت هل اداء كان زين مو بزين. كره قدم الحين نتائج، اذا عندك نتائج ايجابيه الجمهور بيكون معك بغض النظر عن اداء اديت ما اديت، دام انت فايز الجمهور بيكون معك. فاتمنى نحن في البدايه ان تكون عندنا نتائج نفرق شوي، بعدين نشوف تمتع في الملعب. محمد فايز شو تقول للجمهور؟ انا واثق من الجمهور. واثق من الجمهور؟ واثق من الجمهور. الجمهور استوى له سنين يدعم الفريق. وانا واثق من الجمهور، ان شاء الله بيكون داعم للفريق هالموسم. ان شاء الله ما لهم الا بيض الوجه ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشكركم لوجودكم معنا محمد احمد. اتمنى لك العوده السريعه، وشخصيا اتمنى الامنيه هذه تحققها. لا تتحقق الامنيه بتحقق؟ لا خلاص منتهي. انت تعرف الريال عدل شوفني في التمارين يقول لي ما شاء الله عليك انا بسوي مثلك بس ما اقدر، انت شو تسوي؟ محمد اشكرك وريان اشكرك، شكرا لكم، ونتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله. وجود العين في المنافسه هو اثراء للدوري. العين عندما يكون في المقدمه هو قمه المتعه في 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 الدوري. شكرا لكم. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا. Watch my fight live and exclusive only on UFC Arabia app. UFC Arabia. حان الوقت. مواجهة مثيرة بانتظاركم على استاد المكتوم. الشارقة بطل دوري الخليج العربي. وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة. يسعيان لزيادة رصيدهما من الكؤوس والألقاب والظفر بكأس سوبر الخليج العربي. كأس سوبر الخليج العربي على أبوظبي الرياضية. كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الإسماعيلي المصري يقابل الأهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور الاثنين وثلاثين. كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. مرحبا بكم من جديد في آخر جزء من برنامج سكوب الذي نخصصه اليوم لفريق العين. نرحب بالكابتن رياض الذوادي وبرضا براوي. نرحب فيكم. مرحبا. رياض، شو اللي استنتجته من الحلقة، من خلال حوار رئيس الشركة، من خلال المدرب، من خلال حوار
مع اللاعبين؟ بلا شك اول ما الشيء اللي استنتجناه ان هي العين بالنسبه لهم مرحله وانتهت وعندهم اهداف وتطلعات جديده وعندهم رهان لهذا الموسم. الرهان في العين شيء واحد هو عوده الى المنصات، هذا ما استنتجناه من حوار اللاعبين، حوار رئيس النادي. المدرب لما انت سالته ماذا توعد العين، المدرب لم يوعد العين بشيء، انما وعدهم بعمل. واعتقد يعني شو كان مفروض منه؟ مفروض كان يحدد اهدافه. هدف العين، هدف العين يعقوب شو قال المدرب؟ المدرب قال ستشاهد فريق جيد، سنعمل مع جميع اللاعبين ونخرج بمخرجات جيدة لهذا الموسم، لكن لم يوعد لا جماهير العين ولا إدارة العين بأي أهداف في هذه في هذا الموسم. بس ما عليه، عشان بس الصورة تكون واضحة، المدرب قال أنا أعرف مع من موجود، أعرف الفريق اللي أدربه منه، تكلم عن الفريق وشو ما في مدرب في العالم يقولك أنا بفوز بالبطولة. قال الفريق سيقدم اللاعبون مستوى جيد، مستوعدهم أنه راح يشوفون لاعبين يقاتلون في الملعب. في النهاية يوم عوامل تكون موجودة أكيد العوامل هذه توصلك لبطولة. ما في مدرب يقولك أنا اليوم اتحدى ان اي مدرب قبل البطوله يقول لك انا بفوز بالدوري، ما في حد. يعقوب الفوز بس في النهايه قال لك انا اعرف مع من نتعامل، انا ما اعرف بطولات. موجود مع اي فريق، رجل واقعي جدا، واقع ومليان طموحات، وسيزرع عقليه جديده لنادي العين. طالما شاف المباريات نتاع العام تقريبا، شاف 7 أو 8 مباريات العين، 15 مباراه، اذا باش يزرع عقليه للفريق باش نشوفوا من نوعية العين أشرس. ورئيس الشركة أعلن عن أهداف النادي. نعم. ومش يعني مو بلازم الأهداف تعلن على الملعب. أنت تحكي على نادي العين يا أبو نواف، تحكي على نادي العين. شو بتقول نادي العين؟ يعني بدون ما يقولون إحنا نعرف أهداف العين. هو قال لك أنا نعرف مع مين نتعامل. بمعنى هو عارف نادي العين فريق بطولات. عارف على إيش جاي، عارف على إيش قادم، عارف توجهات العمل نتاعه. إذا ما ينجمش يقول لك أنا باش ناخذ بطولة. لا، لكن عارف ما هو جاي النادي يلعب على البقاء، ما هو جاي النادي ما عندوش طموحات. لا، نادي العين هو أي واحد يجي يقول لك نعرف نادي العين. إذا أنا عجبني كثير المدرب بصراحة، واقعي جدا ويحكي على عقلية أوروبية. إذا أنا باش نشوف ممكن إذا إن شاء الله ينجح في المهمة متاعه، وأنه نادي العين باش نكتشفه فريق بطموحات أخرى بعقلية أخرى، والعين سيكون أشرس من السنوات اللي شفناها، لأنه شاف كايو شو يعمل بالكورة والآخر شو يعمل بالكورة والفنيات الزايدة إذا هنا العقلية لابد تتغير. وقال لك ما نجمش ناخو بطولة الدوري طالما ما فيش شغل من الإدارة، من اللاعبين، مني أنا والجماهير. وهذا الكلام السليم، مش كل شيء المدرب. الإدارة نادي العين ما نشكوش في قدراتها. حاجة واحدة بالنسبة لي أنا خويا يعقوب، هو أنه الانتدابات، لما نشوف الجزيرة انتدابات الجزيرة ونشوف انتدابات شباب الأهلي دبي، نادي العين أتمنى أن يتوفقوا. اللاعب الجزائري سامحني المزياني ماهوش معناتها الناس اللي طالبين، يعني قبل ما يبدأ الدوري وناس وكأنه عاملين حملة على اللاعب هذايا. إذا أنا نشوف كانت نادي العين قادرة أن تجلب لعيبة في مستوى نادي العين. الانتداب الوحيد اللي أنا مقتنع به هو رأيي يا أخوي. هل الفترة اللي طافت تكفي أنك تحكم عليه يعني؟ شو الفترة اللي طافت؟ تحكم على اللاعب؟ لا، حتى بالاسماء. ها؟ حتى بالاسماء. أوكي. أحسن انتداب، قلت لك وجهة نظر أنا، أحسن انتداب نادي العين هو كايو بتاع الوصل. هذا انتداب زين. باش نجرب أنا اسمه اللاعب اللي من نهضة بركان، باش نجرب شوطاني نفس الشيء موجود، حاجة زينة تمسكوا به. بقى الانتدابات الأجانب. كوجولابا تقصد؟ لابا لا يلعب في نهضة بركان، ولا أتمنى النجاح، أتمنى، لكن أنا حسب هل يركب
على المنظومه بتاع العين ولا لا؟ هل يدخل بعقليه وانه تخلي نادي كبير ونادي بطولات؟ خلينا نتكلم عن صفقات اللاعبين الاجانب. اللاعبين الاجانب عليهم مسؤوليه كبيره لتحقيق طموحات الاداره وخاصه طموحات الجماهير العيناويه في التعاقدات الجديده بالغه الاهميه وشان شان بقيه الانديه في دورينا. وضعت اداره العين تعاقدات الاجانب في مقدمه عملها تحضيرا لبدايه الموسم الجديد في نادي العين واهم الاجانب. يراهن الزعيم العينوي على فريق صلب هذا الموسم، فقد كان صيف العين ساخنا جدا، تعاقدات من كل حدب وصوب. ركزت الإدارة العينوية في الصيف على جلب مجموعة متميزة من اللاعبين الأجانب، في مقدمتهم لابا كوجودو التوغولي من نادي النهضة البركانية، والذي يعد لاعبا له وزنه في الفرق في الفترة المقبلة. كما وقع العين مع عبد الرحمن مزيان الجزائري من اتحاد العاصمة، كما تعاقد الفريق مع البرازيلي الرائع كايو القادم من زعبيل في البيت الوصلاوي، وأبقى الفريق على محترفه الياباني شوتاني. كما أكمل نادي العين إجراءات التعاقد مع لاعبي وسط الميدان الفرنسيين عمر ياسين 19 عاما وإدريس مزاوياني 19 عاما لمدة 3 مواسم، وذلك لقيدهما ضمن فئة المقيمين. العين عد العدة لموسم كبير بجلبه كتيبة مميزة من اللاعبين الأجانب المتميزين، إضافة للاعبين المواطنين الذين تم استقطابهم والدوليين في القلعة العينوية التي يتوقع منهم الكثير من جماهير العين، والتي لن ترتضي بغير المركز الأول وتحقيق درع الدوري للمرة 14 في تاريخ هذا النادي الكبير. الرباعي الأجنبي ومجموعة المقيمين والمواليد ذخيرة حية في هذا الموسم، ينتظر منهم الكثير والكثير لبلوغ الهدف المنشود والوصول للدرع الذي اعتاد على أن يكون في دار الزين. رياض، بدون أي بهارات العين قادر أن يعود إلى الواجهة من جديد بالانتدابات اللي سواها هذا الموسم؟ بلا شك، أكيد يعقوب، أكيد أكيد. عند الأدوات، عند الأدوات، عند الأسماء، عند التطلعات، رهانات للموسم الجديد، رهانات مختلفة يعقوب، بعمل جاد من بداية من نهاية الموسم. فالعودة موجودة للعين، لكن المنافسة قوية في هذا الموسم. أفضل أقوى من العام؟ أكيد يعقوب. اليوم الأهلي، الجزيرة، العين، شباب الأهلي، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، مختلفين في هذا الموسم من ناحية تعاقدات، من ناحية عمل. الوحدة تستبعده؟ أكيد أستبعده. أوكي، لما بني الوحدة بنتكلم عنها. ليش تضحك؟ ها؟ قصة مع الوحدة مستمرة. زين، الأدوات اللي موجودة مع العين هذه السنة أفضل عما يملكها الموسم الماضي؟ يعني السؤال بطريقة أخرى نفس اللي وجهته لرياض، العين قادر أن يعود إلى الواجهة هذا الموسم؟ قادر، لكن أنا ثقتي في حاجة واحدة. ثقتي في المدرب. أنا اليوم سمعته. أوكي. المدرب أنا بس مقتنع. بس كابتن، ترى في مدربين أتي تتكلم وياهم كلامهم، يعني كلامهم هم أفضل ناس يتكلمون. شو يعني مثل علينا اليوم؟ بس أنا مثلك، أنا بصراحة اليوم
أنا نحكي مع المدرب. أيوة أنا نحكي. أنا رجل عجبني وواقعي. أنا نحكي على مدرب شو اللي قال وشو اللي سمعت أنا. صح. ليش الإدارة؟ وأنا معك. وأنت سألته سؤال مهم. يعني من العام يتبع في نادي العين. يعني في تواصل من إدارة نادي العين من العام مع هذا المدرب. لا هو شاف مباريات، يمكن شاف مباريات. كيف شافها وحده كاكا؟ لا لا بعد ما رضا بعد ما تعاقد وياه. أيوة. حب يشوف الفريق. زين عندهم ثقة، الإدارة عندها ثقة في هالمدرب. إيه شافوا أكيد المدرب تعاقد وياه بناء على صحيح. على على صفات يملكها. أيوة وشنو يتكلم؟ أنا عندي ثقة. إلا هم إذا يكذب وإلا يمثل هذا شيء آخر. أنا عندي ثقة في المدرب، وفي مدربين يطوروا لك الفريق يعقوب. يطوروا لك الفريق. لو حتى الفريق طاح المستوى نتاعه يجيك مدرب من النوعية هذه. وأنا شدها علي هذه ها يعقوب. أنا حيين إن شاء الله نعيشه موسم كامل. وانت نحبك تمسكني من هالكلمه هذه. لا لا بابا امسك على شيء. لا 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 ولا تراهني على شيء. لا لا ما يزينا من المراهنات. انا اقول لك وبشنو عندك بحاجه، اذا كلامه هذا سليم انا باش نشوف نادي العين بنوعيه اخرى وبطريقه لعب اخر وبعقليه اخرى حسب الكلام اللي يقول فيه. اذا حتى لو يكون المستوى وبعقليه اخرى. بعقليه اخرى يعني كابتن انا قبل البرنامج فادرتش مع المدرب يقول لي وركز أكثر من مرة يقول العقلية لازم تكون مختلفة. صحيح صحيح العقلية لازم تكون أيوة مختلفة. إذا وصل لي طور العقلية وهو باين عليه مكافح، باين على المدرب مكافح وقرب السن اللي أنت شديت عليه في هالمشكلة هذه بتاع قرب السن اللعيبة والمدرب باش يكون تفاهم كثير. سمعت اللعيبة يشكروا في المدرب وهم عايشين الحين شهر 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 ونص. إذن طالما فما هالانسجام وهالاحترام ادوات المدرب مين؟ هم اللعيبه. وقت اللي يرتاحوا لهالمدرب وبعد كابتن يعني انت سمعت الحوار مع اللاعبين. نعم. انا عجبتني الثقه التفاؤل الكبير. لا 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 لا. تعرف ثقافه الفوز شخصيه العين طاغيه على اللاعبين. ما يقدروش يقولوا كلام عكس. صح. هو واقف بحذاك اللاعب ذاك هو كأنه التحدي اللي كان اي واقف بحذاك ويحكي معاك وكأنه لابس فانيلة نادي العين والهاف. هو يحس نفسه وقته مسؤول. هاي ثقافة طبعا. طبعا علاش نوادي تختلف على نوادي وهذا معقول في العالم الكله. يعني كما لعب ريال مدريد كما لعب انت تتفق مع رياض في الفرق المنافسة على الدوري؟ لا لا عندي انا مثلا المنافسة مش بطولة. لا لا المنافسة. المنافسة العين الجزيرة شباب الأهلي الوحدة الشارجة وممكن يبان لنا النصر السنة هذه بلوك جديد. ممكن الوصل يظهر لنا بلوك جديد. لكن الخمسة اللي سميتهم لك هم المنافسين على بطولة الدوري والأقرب فيهم هو الجزيرة شباب الأهلي والعين. الأقرب منو؟ شباب الأهلي. رتب لي الأقرب. تحب الترتيب انت؟ إيه لا الاقرب. ايه الاقرب العين. احنا اتفقنا ان كلهم ينافسون. العين 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 هو الاقرب. العين اقرب. انا معناتها ما تتصورش كيفاش مركز على الكلام اللي يقول فيه المدرب. بكل صراحه انا نؤمن بالشيء ونؤمن بالمدرب ونعرف عشت مدرب. لما تلقى مدرب انتوزياست بالفرنسي يعني طموحات كبيره عنده هذا انسان معناتها تواجهوا مدربين للعين وجاوا مدربين الجزيرة. لكن الكلام والحديث متاع المدرب هذا بصراحة أقنعني 100%. وأنا متأكد وأن العين سيتطور وسيظهر بعقلية أخرى لأن المدرب هذا عاش أوروبا. متفق؟ لا لا أتفق فيما قال رضا طبعا. يعني لأن أنت لما تقول خمسة فرق وتي تعدد ثلاث الفرق فأنت سميت الثلاث الفرق ذي هي الأقرب وهي الأفضل. لما نقول الأفضل زين وعندنا قراءة أولية يسمونها نعرف من هو الأفضل. على شكون على شكون وراية ترى على شو ما وافقني أنت على شو ما فهمتكش على شو هو عمره وافق في شيء أصلا. أي لكن اليوم لا على التصنيف يعني لما تقول خمسة وتالي تقول ثلاثة لا إحنا اليوم نطلب الأفضل الأفضل هو وافق على الترتيب. لا هو يعقوب قال لي رتبهم لي أنت حطيت خمسة حطيت الوحدة هل الوحدة اليوم
والفرق اللي حطيتهم ما يعجبكش، قالت منافس، سميت لك خمسه منافسين، خلي رتبهم رياض. رتبت له، زعلت اذا قال واحده. لا لا هو رايه يعقوب اليوم خريطه المنافسه في وجهه نظرك، في دورينا وجهه نظرك وجهه نظرك مختلفه وفق المؤشرات والمعطيات. يعني نادي الوحده مش منافسه اليوم؟ كل سمح لي جاوبني على سؤالي انا، خلي يعقوب تو. انت الوحده منافس ولا مش منافس؟ قال لك مش منافس. انا اقول لك مش منافس زين، يعني وين صنفه؟ وين صنفه هو الحين؟ وين صنفه؟ في حلقه الوحده بنناقش عن الموضوع. لا يعقوب، خمس سنوات الوحده هل نافس؟ سؤال تسالني انا، خلي واقع يعني، واقع على الارض مش انا. لا خمس سنوات غير، احنا نتكلم عن اليوم. في انديه انت دخلتوها من فتره ما نافست، تكلمت عنها راح تنافس، في معطيات موجوده. يعقوب انت لما تشوف العمل في الاهلي، لما تشوف العمل في الجزيره، يعني انت الحين اذا مقياس الشارجه 20 سنه واكثر ما فاز بالدوري، الان فاز بالدوري السنه هذه يعني سيكون منافس مجبور عليه باش يكون انا ما قلت لكش بطل الدوري الوحده، قلت لك الوحده منافس. رياض ورضا اشكركم، وصلنا مشاهدينا الكرام لنهاية الموعد الرابع من برنامج سكوب الذي خصصناه لنادي العين. موعدنا كما أسلفنا سيتواصل يوميا مع مختلف أندية دورينا، وموعد الغد سيكون خاصا بفريق حتى. إلى موعد الغد إن شاء الله، نستودعكم الله.